اسمي صباه وينادولي أم فهد من العراق، من بغداد بالذات. وأنا جيت لأمريكا من 2013 تقريبا، صار لي 8 سنين ونص بأمريكا عايشة. طبعا كنت أني قبل بالتدريس، بسلك التدريس، ما إلى علاقة بأي شيء باللي هسه أنا بدي أسوي. البزنس اللي فتحته أني، فتحنا مطعم، والمطعم خلينا نقول صغير موش كبير، بس الحمد لله سمعته اللي هي صارت أكبر من حجمه. بديت أفكر بيها من فترة طويلة لما إجينا لهنا. كل العراقيين لما يجتمعون يمي بالبيت، والناس اللي يجون الأصدقاء من العرب، سوريين، فلسطينيين، أردنيين، يقولوا والله يا أم فهد أكلش كلش زاكي وطيب، وإحنا نشوف أنه أنت من أطيب الأنواع يعني الأكل تسويها. ففكرت دائما أني كنت أحب المطبخ، ومن أوقف أطبخ أستمتع بالطبخ، يعني مو أنه أكون حابة أخلص. حتى بالبيت أني أسوي وجبات كبيرة وعزائم كثيرة، وأفرح لما أكون دا أطبخ. ففكرت، قلت للزوجي لازم أسوي لي مصلحة، أطلع أنه أني أحس دا أشتغل، وبنفس الوقت أكون عراق صغير يجمع الناس العرب ويضوقهم والأمريكان، يشوفهم أنه إحنا هذا أكلنا وهذه طبخاتنا وهذه النكهة العراقية اللي كل منطقة بالعراق من 18 محافظة، إحنا نقول كل محافظة تتميز بنكهة، تتميز بمذاق، بنوع أكلة، كليتها شيء أطيب من شيء. وأكلنا العراقي دائما الناس من تأكل هي تقول لي متميز. فأنا قلت خليني أضوقهم وأشوف رأي الناس وانطباعاتهم، ولعل وعسى أنجح بهذا المجال. وطبعا تاركة كل شيء على رب العالمين أولا، وكل الأشياء أعملها من كل قلبي وكأني دا أطبخ الأولادي. أنا ما دا أفكر بي أنه هذا كبزنس نهائيا، أنا دا أعمل كأنه دا أعمل بالبيت طبق أهلي يأكلوه أو أهل بيتي يحبوه، ويقولوا لي عاشت ايدك ماما كلش طيب. فدا اوكل الناس بنفس الطريقه وبنفس النمط، اطبخ الاكل كله بايدي واطمئن عليه. كل يوم اول ما ادخل ابدي اطبخ، ولما ابدي اطبخ كل شيء اذوقه، ولما اكو ناس وياي تساعدني بالمطبخ حتى من تسوي شيء لازم اجي بعدهم اتابعه. عندنا الدولمة العراقية، احنا العراقيين مشهورين بالدولمة، من اشهر الاكلات، واللي ياكلها لازم يرجع ياكلها مرة ثانية. اما السمك، فالسمك قلت اني بالبداية انه في سمك زبيدي هنا موجود. هذا السمك الزبيدي هو كلش قريب على سمكنا اللي ناخذه من شط العرب اللي بالبصرة، حبيبة قلبنا البصرة. احنا نقول الاكل العربي كليته طيب وكليته شيء اطيب من شيء، بس اكو نكهه بالعراق شويه تختلف عن الباقي. في كثير من الناس اللي هنا ما كانوا ماكلين اكل عراقي او ما عندهم معلومات عن الاكل العراقي، فاني حبيت انه يذوقون اكلنا العراقي، وبنفس الوقت اقول لاهلي بالعراق انه اني هنا بمكانكم، اني بيتي او مطعمي هو اللي معتبرته بيت، يلم الناس اللي بعيده واللي ما موجوده بالعراق واللي ما قدرت تروح تزور العراق، تيجي تزور مطعمي الصغير هذا وتذوق الاكل العراقي اللي نطبخه نفس اكل البيت.
أني أأكد على هذه الكلمة، لأن أني أطبخه مثل أكل بيتي، ما أني ماخذ هذا الموضوع أو المطعم كتجارة أو ما مفكرة بي أنه هو كمربح مالي، أني مفكرة أنه شيء أني ألقي كياني بي، ألقي أنه أني أنقل صورة عن أكلنا العراقي الطيب، أحسس الناس أنه هذا الأكل بي نوع من الاختلاف، بي فد فكرة جديدة، يعرفون المذاق العراقي، يعرفون البيت العراقي شلون كان ياكل والطريقة والحجم اللي الأكلات اللي كلها كبيرة. هذا أكلنا، هذه عيشتنا، هذا عراقنا الصغير اللي خليه نقول هو بالغربة بس نقل صورة العراق اللي أنا بعيدة عنه، واللي أتمنى أرجع لأني وولدي، وإن شاء الله العراق دائما بخير وأمان، وأرجع وأشوفه بأحلى صورة عامر وأبقى بي وما أطلع من عنده إن شاء الله.